زي ما وعدناكم الحلقات اللي فاتت احنا هنعمل سحب على العمرة بالتعاون مع جمعية المرشدي، وزي ما شفتوا في الحلقات اللي فاتت اعلنا اسماء الفائزين بعمرتين. تعالوا بقى نشوف فرحتهم بعد ما عرفوا ان هم فائزين وبيستعدوا للسفر ان شاء الله. انا عندي 5 اولاد، كبيره صابرين جهزتها وجوزتها، ومحمد اتجوز، وشيماء برضو جهزتها وجوزتها، احمد ساب المدرسه، اسلام في المدرسه. فانا بعمل شويه رواق في المعيشه يعني عشان اصرف على عيالي، اساعد جوزي معاه في المعيشه. فكنا فاتحين التلفزيون فسمعنا واحد من الناس فبيقدم عمرة، راحت بنتي قدمت لي، فقالت لي يما أنا اتصلت باثنين ثلاثة سبعة ثمانية عشان أطلعك عمرة. والله كان نفسي إن أنا أروح، والله حاسة إن أنا الدنيا دي مستيعاني، عمري ما رحتها بس رحتها في الحلم، وانتوا حقك انتوا جيتوا حققتوها لي. اشكر الاستاذ عمرو الليسي واشكركم جميعا، والله حاسه قلبي من الفرحه ما اقدرش اقولك ان انا من الفرحه دي مستيعاني، والله والله والله، واشكركم كلكم اشكر. بتابع الدكتور عمرو الليسي في التلفزيون، بتابعه وجزاه الله خير على الاعمال اللي بيعملها يعني للناس. فبنتي قلت لها اتصليني، فاتصلت بقى بالرقم اللي خدته من على التلفزيون، وبعدين بقى حضراتكم ردتوا علينا يعني قلنا ان شاء الله عايزه العمره. ليه؟ انا نفسي في العمره، انا عندي 3 بنات وولد جوزتهم الحمد لله وسترتهم، ونفسي بقى في عمره قبل ما اموت، والحمد لله قاعده بقى انا وجوزي. جوزي طبعا تعبان واحنا بناخده، عنده القلب وعنده جلطه والضغط عنده عالي، وبناخده 360 جنيه من البوسطه، ده معاشنا والحمد لله رب العالمين. انا والله مش مصدقه يعني ان انت قدام، انا فرحت جدا والله، لبيت الطلب على طول. الله اكبر الله. اتمنيت اقول الحمد لله، اتمنيت العمر وربنا يعني. اول ما قلت لي جاي سجدت شكر الارض، سجدت ربنا سبحانه وتعالى، سجدت الحمد لله. انا ما كنتش مصدقه والله، اتمنيت ربنا وربنا اعطاه الحمد لله الحمد لله. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على فعل الخير اللي بتعملوه، طالما عاشم ربنا ربنا مش هيحزن، والحمد لله الحمد لله، نحمد ربنا سبحانه وتعالى.